أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد نبيل رعد المؤسس لهوم ستار لتجارة الأثاث. نورتنا أستاذ نبيل ونورت برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. والله صار لي تقريبا 15 سنة بالإمارات. ما شاء الله. ابتديت بالعقارات، اشتغل كأجار كبيع، فلا اجى يوم من الايام وحدا طلب مني انه افرش له شقة. رحت على سوق مستعمل بالامارات فلقيت عم ببيعوا اساس الفنادق، اخذت هالاساس بسعر كتير كتير رخيص وفرشته طلع شيء كويس وشيء منيح، فخطرت لي فكرة انه ابتدي مشروع اشتري من الفنادق اللي هني 5 نجوم اكتر بدبي وابيعها. فبلشت اشتري وابيع بكميات صغيرة، فمن بعدها قررت انه افتح محل، وهذا الاساس اللي هي هاي كواليتي اللي كله بيجي من الخشب الصلب، من الكواليتي كتير منيحة، فقررت تجيبها وعيد تصنيعها. مثلا الخشب شيل الدهان عنه جلسه ورجع عيد تصنيعه من اول وجديد. ما شاء الله، يعني اعادة تصنيع كاملة. صح، اعادة تصنيع يعني لكل شيء كواليتي. فمن وقتها بلشنا، يعني ابتدينا هون بالصالة، كان عندنا سرير واحد محطوط على الزاوية هونيك، وهيك ابتدينا والحمد لله. الحين بعد 6 سنين والحمد لله الله رزقنا وصرنا عم نعمل فنادق، عم نعمل أكترية الهوليدي هومز بالإمارات ما شاء الله، ومنبيع كمان مفرق كله بأسعار المصنعية. أكيد أكيد طبعاً طبعاً، حتى موضوع الأسعار هو طبعاً أهم شيء في هذا السوق وسوق دبي بالتحديد. عرفنا أكثر عن سبب اختيارك إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. والله دبي مثل ما معروفة أمان، البزنس مفتوح صحيح. وما في اختلاف بين هيدا عربي هيدا فرنسي، هيدا كل الجنسيات نفس الشيء، حتى ما في اختلاف بين المواطنين والوافدين هون. واهم شيء الامان، اهم شيء يعني من العالم كله استثمارات هون. صحيح، الاستقرار الوظيفي واستقرار السوق. صح. ايضا صح. عمل دور كبير في جذب المستثمرين الى دولة الامارات. خبرنا ايضا عن الخدمات والمنتجات اللي بتقدموها في هوم ستار للأثاث. والله نحن مثل ما قلت لك أكثر شيء بناخذ من فنادق ومن عيد تصنيعة، وكل شيء مفروشات أساس من A to Z، يعني من A to Z، حتى بنستلم مبنى فاضي وبنفرشه من A to Z. ما شاء الله. طيب خبرنا أيضا عن التصاميم اللي بتصمموها أنتم، التصاميم هاي هي هل هي مثلا ابتكار من عندكم أنتم مع الألوان مع مزيج من الألوان؟ خبرنا أكثر عن الأمور هذه. والله التصاميم في عنا مصممين، وعنا برجع للوالدة أكثر شيء بالألوان طبعاً. وهالشغلات ترتيب الألوان دائماً. صح، برجع يعني من بعد ما المصمم يعطي ذوقه ببعت للوالدة هي بتعطي الكونفرميشن على كل شيء. هل في ميكس حلو ولا لا؟ صح طبعاً. صح. أكيد لهم نظرة خاصة. صح، يعني ما لا أخفيك. خبرنا أيضاً عن المميز عندك في هوم ستار. المميز عندنا أنه الكواليتي ما بتلاقيها غير بالأماكن الغالية بالإمارات، يعني ونحن أسعارنا أقل من الأماكن الرخيصة بالإمارات. والله يعني يعتبر شيء فخم وكواليتي وبسعر كمان معقول ومناسب يعني لجميع. مصنعية مصنعية السعر، ما فيش ما شاء الله عنكم طبعا يعني. الله دائما هيك يطرح لكم البركة يا رب، ونشوفكم في أعلى المراتب. حابين أيضا نتعرف عن الرؤية المستقبلية والخطط اللي حاطينها في قادم السنوات. والله إن شاء الله الإمارات فتحت لنا أبواب واسعة. أكيد. إن شاء الله قد ما فينا بدنا مثل ما قلت لك بلشنا بسرير، صرنا الحمد لله عندنا مشاريع والحمد لله على كل شيء. طبعا نتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح والتوسع عالميا وليس فقط محليا. الله يخليك. ولما لا، حابين ايضا نتكلم بما انه احنا في دولة الامارات دولة الامن والامان، حابين نحكي عن الامن والامان وكيف ممكن انه يساعد على استقرار السوق وايضا على جذب المستثمر من الخارج يعني او داخل. يعني صار لي 15 سنة بالبلد ما بعرف مفتاح بيت، يعني عرفت علي كيف؟ يعني لا بقفل الباب، بحمل حالي بسكر هالباب وبمشي خلص. ما بعرف وين مفتاح بيتي للحين. صحيح. وهذا شيء حقيقة.
صحيح. ومن نفس القصة للمحل، نفس القصة لكل شيء. طبعا الأمن والأمان هو نتاج رؤية وشغل من حكومة دولة الإمارات. صح، الله يخليك. نحب أيضا أنه نوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات من هومستار. أكيد الفضل من بعد رب العالمين. حكمة الشيوخ الإمارات وقلبهم الواسع هي اللي وصلتنا لهون. لو كنا بأي بلد تاني كان مستحيل نوصل لهون. صحيح. طبعا منحب نوجه رسالة شكر من منبر برنامج رواد الأعمال ومن طاقم العمل أيضا لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات، الله يحفظهم ويخليهم ذخر لهذه الدولة الطيبة. قبل ما ننهي الحلقة حابين نتشكرك على وجودك معنا اليوم، وحابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لهومستار. والله ممكن منحط العنوان والويب سايت تاعنا من خلاله بتقدر تتواصل. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا سوف تظهر أسفل الشاشة. نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. الله يخليكم ويعطيكم ألف عافية. مرة إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.